انت. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى رابع تجربة اللي هي تعيين معامل اللزوجة باستخدام طريقة ستوكس. التجربة صفحة 129. عايزين نعرف يعني ايه لزوجة، يعني ايه معامل اللزوجة والوحدة بتاعته. طيب اللزوجة ليها تعريفين يا شباب. اول تعريف عبارة عن مقاومة السائل ضد حركة الاجسام داخله. معنى سائل لزج زي الجليسرين وسائل زي المية. تمام، الجليسرين والمية لو جينا رمينا كورتين من معدن هنلاحظ مين فيهم هتنزل الاول. طبعا اللي في المية هتنزل الاول، واللي في الجليسرين هتنزل تاخد بطء كده من ما توصل لحد القاع. ده معناه ان لزوجة الجليسرين اعلى من لزوجة المية. معناها ايه؟ معناها ان مقاومة السائل اللزج بيدي مقاومة اعلى ضد حركة الكرة داخل السقوط في السائل، لكن مقاومة المية اقل. طيب في تعريف تاني للزوجة، في تعريف تاني اللي هو عبارة عن مقاومة السائل للانسياب. فانا عندي لو سائل زي المية وسائل زي الجليسرين، تمام، طبعا الجليسرين لزج اكتر. يعني ايه لزج اكتر؟ يعني بياخد وقت اطول من ما يتفرد على السطح الساكن. لو انا جيت فردت جليسرين على سطح ساكن، لكن المية لو جيت فردتها بتلاحظ انك اول ما بتحطها تفرد على طول على السطح. طيب عايزين نعين قوة اللزوجة. يبقى احنا عرفنا يعني ايه اللزوجة. اللزوجة ليها تعريفين، اللي هي عبارة عن مقاومة السائل ضد حركة الاجسام الغريبة داخله. كل ما تكون مقاومته اعلى كل ما يكون السائل لزج اكتر، او مقاومة السائل للانسياب. عشان اعرف قوة اللزوجة واعينها هنتخيل مع بعض ان السائل عبارة عن طبقات. اللزوجة ناتجة عن الاحتكاك الداخلي بين الطبقات، يعني كل طبقة والتانية في بينهم احتكاك. فانا بتخيل كده ان انا جبت سائل لزج زي الجليسرين وحطيته مثلا على سطح ساكن، كبته على سطح ساكن. فهتتخيل ان السائل عبارة عن طبقات زي الرسمة دي، هنتخيلها هنا. ادي اول طبقة ودي التانية ودي التالتة. المسافة بين كل طبقة والتانية عبارة عن دي اكس، تمام؟ تخيل في مسافة بين الطبقتين عبارة عن الدي اكس. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ يا شباب لو احنا لاحظنا عمل جبنا مثلا شوية عسل او جليسرين وكبناهم على طبق، بنلاحظ ان السائل بيبدأ يتحرك كده وينساب لحد ما يتفرد على السطح، تمام؟ هلاحظ ايه؟ ان الطبقة الاولانية الملامسة للسطح الساكن بتكون، هلاحظ ان اول طبقة بتكون اقل سرعة لانها ملامسة للسطح الساكن، فبيكون في قوة تجاذب بينها وبين السطح الساكن، فبتحاول تكتسب سرعتها، بتكتسب طبعا سرعة السطح الساكن في تلاصق، يبقى اقل سرعة، تمام. لكن الطبقة اللي فوقيها بتكون اسرع، والطبقة اللي فوقيها بتكون اسرع، تمام. فاسرع طبقة عبارة عن الطبقة الاولانية، يبقى اسرع طبقة عبارة عن اول طبقة بتحاول ان هي تتفرد وتغطي كل السائل. وده اللي بنشوفه عملي لو معانا حاجة اخر حاجة بتكبها، مثلا لو حطيت فيه نقطة لون كده بتلاحظ ان السطح كله تلون بنفس النقطة. ده معناه ان اسرع طبقة هي الطبقة الموجودة على السطح. طيب عايزين نشوف القوة. هنلاحظ ايه؟ ان الطبقة اللي من فوق سرعتها اعلى، والطبقة اللي اقل في السرعة، الطبقة اللي تحتها اقل في السرعة. فاللزوجة ناتجة عن الاحتكاك بين الطبقتين. الطبقة اللي فوق سرعتها اعلى عايزة تسرع وتاخد معها الطبقة اللي تحت، اما اللي تحت سرعتها اقل فبتحاول تقاوم، بتحاول تمنع مين؟ السرعة، بتحاول تمنع الطبقة اللي فوق ان هي تنزلق، تمام. يبقى في قوتين عكس بعض، عكس الاتجاه. في واحده بتسرع بتكون في الاتجاه ده مثلا، في واحده بتقلل السرعه، تمام. فانا عندي محصله القوه. اكيد في الاخر اللي بيحصل ان الطبقه اللي من فوق عشان هي اعلى في السرعه بتنزلق، لكن الاحتكاك ان هي تاخد وقت اطول، ده معناه هو اللي بيعبر لي عن اللزوجة. كل ما تاخد وقت اطول كل ما تكون لزوجتها اعلى. فالقوه اللي بتاثر دي اللي هي قوه اللزوجة اللي هي محصله القوه بتعتمد على ايه؟ اولا بتعتمد على الفرق بين السرعات. طبعا كل ما تكون فرق بين السرعات اعلى طبعا حسب نوع السائل، كل ما هتكون ايه؟ كل ما هتكون الماده لزجه اكتر. فقوه اللزوجه بتعتمد على حاجه اسمها الممال السرعي. ايه الممال السرعي؟ الفرق بين السرعتين على المسافه العموديه بينهم، ده اسمه الممال السرعي. طب مساحه الطبقه لو كانت اكبر، اكيد لو مساحة الطبقة اكبر وسرعتها طبعا اكبر، ده معناه ان هي هتأثر اكتر على الطبقة اللي تحتها.
يبقى القوة دي بتتناسب طردي مع مساحة المقطع، تناسب طردي مع الممال السرعي. ثبت التناسب عبارة عن معامل اللزوجة، يبقى معامل اللزوجة ممكن ارسمه بالرمز ده او الرمز ده، اي رمز احنا بنحطه. فمعامل اللزوجة بقى هيساوي ايه؟ هيساوي الاف على ايه اللي هو خدناه في تجربة هوك، اللي هو النسبة بين الاجهاد، والدي في باي دي اكس اللي هو الممال السرعي، يبقى النسبة بين الاجهاد والممال السرعي. او ليه تعريف تاني، عبارة عن ايه؟ القوة الممسية بالضين. طبعا القوة دي يا شباب نوعها ممسية مش عمودية زي التجربتين اللي فاتوا اللي هو توتر سطحي او تجربة هوك، لا هنا بقى بيكون اتجاه مماسي في اتجاه مين؟ الطبقات. فعبارة عن القوة الممسية بالضين اللي بتؤثر بيها طبقة من السائل، مساحة مقطعها الوحدة تؤثر على مين؟ على طبقة أخرى تبعد عنها بمقدار الوحدة، علشان تعمل ايه؟ علشان تغير من سرعتها بمقدار الوحدة. تاني، يبقى معامل اللزوجة عبارة عن ايه؟ القوة الممسية بالضين اللي تؤثر بها طبقة من السائل تبعد عنها مساحة مقطعها الوحدة، تبعد عن طبقة أخرى بمقدار الوحدة علشان تغير من سرعتها بمقدار الوحدة. طب احنا ليه قلنا تغير؟ عشان بنتكلم عن المحصلة، ان هي بتغير من السرعة. يعني في الأول دي عايزة تزود ودي عايزة تقلل، طب عامة يبقى عشان تغير من سرعتها. لو احنا عايزين الوحدة بتاعت معامل اللزوجة يبقى الضاين، ودي في سنتيمتر وهنا سنتيمتر مربع، وسرعة سنتيمتر على الثانية، يبقى عبارة عن ايه؟ يبقى عبارة عن ايه؟ هيطلع برقم معين، عبارة عن ايه؟ ضاين في ثانية على سنتيمتر مربع، ضاين في ثانية على سنتيمتر مربع، يعني عبارة عن وحدة معامل يونج او وحدة الاجهاد مضروب في مين؟ في ثانية. طيب بالنسبة للتجربة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ انا معايا سائل لزج حطاه في انبوبة، السائل اللزج ده بحط برمي فيه كرة، تمام؟ فاحنا لسه قايلين ان السائل هيأثر على الكرة بمقاومة بيحاول يمنع الكرة دي ان هي تنزل، المقاومة دي عبارة عن قوة اللزوجة، تمام؟ فتحاول تمنع الكرة ان هي تنزل. لحظة الاتزان بتاعتي ان الكرة بتتحرك بسرعة منتظمة داخل السائل، طبعا مش هتبقى على السطح مفيش لزوجة ومش هتبقى في القاع خلاص سكنت، تمام؟ فلاحظت الاتزان ان هي تتحرك بسرعه منتظمه، معناها هي تتحرك بسرعه منتظمه يعني محصله القوه عليها اللي بتساوي صفر، يعني القوه اللي تحت بتعادل القوه اللي فوق. طب عندها كم قوه وهي الكره بتتحرك بسرعه منتظمه؟ بتتاثر بكم قوه داخل السائل؟ طبعا قلنا اول حاجه قوه اللزوجه وهيكون اتجاهها لاعلى. طيب في قوه تانية، في طبعا قوه وزنها ويكون اتجاهها لاسفل. في قوه تانية، في قوه تانية. القوه الثالثه عباره عن قوه دفع السائل. يعني ايه قوه دفع السائل؟ يعني لو انا عندي مثلا اناء فيه كره، اناء فيه سائل مليان على الاخر، وجيت رميت فيه كره، ايه اللي هيحصل؟ هلاحظ ان في شويه من الكره، شويه من السائل طلعوا خارج الاناء، الشويه اللي طلعوا بره السائل دول عباره عن مين؟ الشويه اللي طلعوا بره الاناء عباره عن كميه من السائل بنفس حجم مين؟ بنفس حجم الحيز اللي شغلاه الكرة، يبقى بنفس حجم مين؟ بنفس حجم الكرة. بسمي القوة دي، القوة دي اسمها قوة دفع السائل، نتيجة ان انا رميت كرة في شوية من السائل طلع لفوق، بس شوية اللي هنا طبعا لما بيبقى عندي اناء كبير هبقى مش شايفاهم، لكن في شوية طلعوا بالفعل بنفس حجم مين؟ بنفس حجم الكرة. يبقى ليه اما نيجي نعوض عن القوة دي هنعوض عنها بدلالة مين؟ بدلالة حجم من الكرة، بس من نوع مين؟ من نوع السائل، شوية زادوا بحجم الكرة بس سائل. فالقوة دي يا شباب بتعادل قوة وزن مين؟ قوة وزن الكرة ولكن من السائل، تمام؟ يبقى ادي اول قوة اللي هي قوة اللزوجة اتجاهها الاعلى، عبارة عن 6 باي ار في في الايتا. هنحفظ القانون ده، عبارة عن ايه؟ 6 باي ده ثابت طبعا، الار عبارة عن نصف قطر الكرة، الفي السرعة المنتظمة بتاعت الكرة، الايتا اللي هو معامل اللزوجة، ده القانون بتاع مين؟ بتاع قوة اللزوجة. طيب القوة التانية اللي هي الوزن، الوزن اتجاه الاسفل عبارة عن كتلة الكرة مضروبة في عجلة الجاذبية. ايه القوة التالتة؟ عبارة عن قوة دفع السائل، معروف ان هيبقى اتجاهها فين؟ الاعلى، السائل طلع بره هو بنفس حجم مين؟ الكرة. يبقى كتلة السائل مضروبة في عجلة مين؟ الجاذبية. كتلة السائل كله؟ لا طبعا، كتلة السائل اللي بنفس حجم الكرة فقط، مش السائل كله، ده الشوية اللي زادوا نتيجة ان انا رميت الكرة، تمام؟ طيب هنيجي نساوي القوة دي ببعض ونطلع منها معامل اللزوجة. يبقى انا عندي اللي تحت اللي هو الوزن، وعندي اللي فوق سوري اللي هو دفع السائل اللزوجة، ودفع السائل هيساوي مين؟ الوزن. طيب اللزوجة اهي، دفع السائل والوزن عوضنا بس. طيب
هنيجي بعد ما نعود نفك الكتلة بتساوي ايه؟ الكتلة دايما يا شباب بتساوي الحجم مضروب في مين؟ في الكثافة. يبقى حجم مين بقى يا شباب؟ قلنا حجم الكرة. في الحالتين هنا حجم الكرة مضروب في مين؟ في كثافة السائل. طب وهنا وزن الكرة، يبقى حجم الكرة في كثافة الكرة. تمام، بس هنعوض الحجم عبارة عن 4/3 باي ار تكعيب، واضربه في كثافة السائل في جي، دي قوة دفع، وهنا نفس الكلام 4/3 باي ار تكعيب في الرو اس في الجي. طيب هنختصر بس يا شباب، هنختصر ازاي؟ طبعا هنقسم على الستة، يبقى هنا 4/18 هي 2/9، وهنا 4/18 هي 2/9، وهنا راحت الستة، وهنقسم الار مع هنا تبقى تربيع، مع هنا تبقى تربيع، وبعد كده هقسم، عايزة الايتا لوحدها هقسم على مين؟ هقسم على الفي. تمام، هنا كان معانا 2/9، والباي طبعا راحت في الطرف جميع الاطراف، يبقى 2/9، وهنا ار تربيع. تمام، هودي دي طبعا عشان بتزاد الناحية التانية. طيب يبقى ناخد عامل مشترك هنا 2/9 ار تربيع، والجي طبعا عاملة الجاذبية عامل مشترك. تمام، هيتبقى رو اس ناقص رو ال. طب عايزة ايتا لوحدها هقسم على مين؟ على الفي. طيب يبقى ايتا هتساوي 2/9 ار تربيع جي، دي جي عجلة الجاذبية الأرضية في كثافة الكرة ناقص كثافة السائل على السرعة بتاع المنتظمة بتاعت الكرة. لاحظ ان دي عجلة الجاذبية وان دي 9. تمام، عشان الناس ما تتلخبطش في الاثنين دول. هيطلع معامل زوجة برقم عبارة عن وحدته طاين في ثانية على السنتيمتر المربع. طيب كثافة الكرة يا شباب، احنا شغالين على الكرة صلبة من الألمونيوم تقريبا، كثافة الكرة عبارة عن 7.8 جرام على سنتيمتر مكعب، وكثافة السائل 1.26 جرام على سنتيمتر مكعب، وطبعا عجلة الجاذبية 980 سنتيمتر على الثانية مربعة، سنتيمتر على الثانية مربعة. طيب هناخد طبعا هنا المسافة دي يا شباب اللي بيتحرك فيها الكرة بسرعة منتظمة، حددناها لازم تكون داخل السائل دي ال. انا عندي طبعا احدد المسافة، وهحدد زمن سقوط كل كرة، معايا 3 كور مختلفة ليهم انصاف اكتر مختلفة، هحدد طبعا المسافة وهعين زمن سقوط كل كرة، يبقى اقدر اجيب السرعة المنتظمة اللي هي مسافة على زمن، المسافة اللي حددتها على الزمن. تمام، يبقى جبت كده السرعة لكل 3 كور، ومعايا طبعا نصف القطر هعينه بحاجة اسمها القدمة ذات الورانية، هنتعلمها في السكشن عملي، هنتعلم ازاي نعين نصف القطر. يبقى انا لازم اتعين ازاي اعين نصف القطر، وازاي طبعا احسب زمن سقوط كل كرة، لان الكرات مختلفة الانصاف اكترها، فاكيد هتكون سرعتها مختلفة. طبعا الكرة الاكبر هتكون اسرع في السقوط، لان طبعا هتتأثر بالجاذبية اكتر، وزنها كبير. هعين التلات معاملات لزوجة طبعا، وهعين المتوسط مجموع التلاتة على التلاتة. تمام، هيطلع برقم معين طبعا، واحط الوحدة بتاعته اللي هي الضاين في ثانية على سنتيمتر مربع. ألف شكر للاستماع، شكرا، السلام عليكم.